السلام والاحترام إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وفي تسريبات أسطورية. سوف نتحدث في مقطعنا الأسطوري هذا وكما ترون على العنوان جميع التسريبات يوم الخميس المضمونة إن شاء الله. سوف أشارككم باكج نجوم الأسبوع الجديد، كذلك الهدايا والأحداث، وإن شاء الله سوف نتحدث عن باكج الإيبيك الذي سوف يكون حاضر معنا. كل هذا سوف نقوم بالإطلاع عليه في مقطعنا. أتمنى منكم إشراك في القناة، تفعيل زر الأجرس والضغط على زر لايك، وأهم شيء أساطير صلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام سلام في التعليقات. أما الآن ودون تقديم يا إخواني الكرام، سوف ننتقل مباشرة إلى سوف نبدأ بباكج نجوم الأسبوع الذي سوف يكون حاضر معنا يوم الخميس بإذن الله. سوف يكون مكان هذا الباكج الموجود على الشاشة كما ترون، المتكون من ليونيل ميسي، موسيالا وباقي اللاعبين إن شاء الله. أول لاعب تألق هذا الأسبوع وممكن أن يكون حاضر معنا هو كوبيتي في مركز سي بي بليفل أول 88 وداخل تشكيلة 91 إن شاء الله. ثاني لاعب سوف يكون حاضر معنا داخل هذا الباكج وبنسبة كبيرة هو خوان ميراندا في مركز الال بي بليفل اول 89 وداخل تشكيلة 92 بإذن الله. جابري فيغا كذلك تألق هذا الأسبوع في مركز سي اف بليفل اول 90 وداخل تشكيلة 92 بإذن الله. اللاعب التالي الذي تألق هذا الأسبوع كذلك هو كلاود موريس في مركز اي ام اف بليفل اول 90 وداخل تشكيلة 93. ثم اللاعب التالي الذي تألق هذا الأسبوع كذلك هو بورغوارد في مركز سي ام اف بليفل اول 91 وداخل تشكيلة 94. الشعراوي كذلك تألق هذا الأسبوع في مركز ال ام اف بليفل اول 92 وداخل تشكيلة 94. ثم اللاعب التالي هو تيون كوب ميرس في مركز دي ام اف بليفل اول 94 وداخل تشكيلة ان شاء الله 97. واتسون لويس ألبرتو هو اللاعب التالي الذي تألق هذا الأسبوع في مركز سي ام اف بليفل أول 94 وداخل تشكيلة 97. رافائيل لياو كذلك تألق هذا الأسبوع، ممكن أن يكون حاضر معنا بنسبة كبيرة في مركز ال دبليو اف بليفل أول 94 وداخل تشكيلة 97 بإذن الله. غوندوغان في مركز سي ام اف هو اللاعب التالي الذي تألق هذا الأسبوع بليفل أول 95 وداخل تشكيلة 98. وآخر لاعب هذا الباكج وأقوى لاعب هذا الباكج هو كورتوا في مركز الجول كيبر بليفل اول 96 وداخل تشكيله 99 باذن الله. كما ترون هذا هو باكج نجوم الاسبوع الذي سوف يكون حاضر معنا بنسبه كبيره. ممكن ان تقوم اللعبه بتعويض لاعب بلاعب اخر، ولكن كل هؤلاء اللاعبين هم الذين تألقوا هذا الاسبوع باذن الله. اما الان سوف ننتقل اخواني الكرام الى باكج الايبيك الذي سوف يكون حاضر معنا ان شاء الله. واول باكج سوف اشارككم اياه ممكن ان يكون حاضر معنا هو باكج ايبيك ريال مدريد. نعم يا اساطير، سوف أشارككم هذا الباكج الذي له حدود كبيرة. أول لاعب سوف يكون حاضر معنا هو لويس فيغو في مركز RWF بليفل 99 إن شاء الله داخل التشكيلة. ثم اللاعب التالي الذي سوف أشارككم إياه هو راول في مركز CF بليفل 100 داخل التشكيلة بإذن الله. ثم آخر لاعب هذا الباكج هو سيدورف في مركز CMF بليفل 98 داخل التشكيلة بإذن الله. أما الباكج الثاني الذي أرشحه كذلك أن يكون حاضر معنا هو باكج إيبيك آسي ميلان. أول لاعب هو خوليت في مركز IMF بليفل 100 داخل التشكيلة. فان باستن هو اللاعب التالي الذي سوف يكون حاضر معنا في مركز CF بليفل 100 داخل التشكيلة. وآخر لاعب هذا الباكج هو ريكارد في مركز DMF بليفل 100 داخل التشكيلة إن شاء الله. هذه كل باكجات الإيبيك التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الخميس بنسبة كبيرة. أما الآن سوف ننتقل لإخواني الكرام إلى الأحداث التي يكون له تجديد يوم الخميس. كما ترون سوف ندخل إلى الأحداث. الحدث الأول الذي يكون له تجديد يوم الخميس هو الحدث سبانيش ليك. هذا الحدث يكون له تجديد كل يوم خميس، سوف يكون حاضر معنا إن شاء الله، ومن خلاله نحصل على لفة مجانية داخل باكج نجوم الأسبوع الذي شاركتكم إياه إن شاء الله. ثم الحدث الأخير الذي يكون له تجديد يوم الخميس هو الحدث خاص بخمسون كوينز، ويعني للعب داخل هذا الحدث ما عليك فقط يا آخر كريم اللعب بتشكيلتك الرسمية، ثم إتمام ثلاث شروط الحصول على نقطة، ثم ثلاث نقاط، ثم خمس نقاط. بعدها مباشرة سوف تحصل على مكافأة هذا الحدث وهي 50 كوينز إن شاء الله. أما باقي الأحداث يكون لها تجديد يوم الاثنين بإذن الله. أما الآن سوف ننتقل إلى الهدايا، ورسميا يا أخي الكريم هذا الخميس لن تكون هناك أي لفة مجانية من تسجيل الدخول داخل باكج نجوم الأسبوع الجديد، سوف تكون لفة واحدة من الأحداث يا أخي الكريم. كذلك لن نحصل على لفة داخل باكج الإيبيك لسوء الحظ يا أخي الكريم، وممكن أن تكون أحداث جديدة نحصل من خلالها على 250 كوينز كما ترون يا إخواني الكرام، وحدث خاص ببرونو فرنانديز
يعني كما ترون إخواني الكرام، ممكن أن تكون حدث أن يكون حدث جديد نحصل من خلاله على 15 بطاقة مهارات اللاعبين، وكذلك نحصل على 250 كوينز هذا الخميس إن شاء الله. هذه كل تسريبات بيس موبايل خاصة بيوم الخميس إن شاء الله. أتمنى منكم إشتراك في القناة ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.